زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. وضيفنا في الساعة الأولى هو المدرب النادي البنزرتي سابقا، مدرب الترجي سابقا، كيف مدرب المنتخب الوطني التونسي سابقا، السيد يوسف الزواري. مرحبا بك من جديد سي يوسف. مرحبا. قبل ما نبداو الحوار نتاعنا معاك، نحبوا نحكي شوية على مقابلة الاسبيرونس البارح. أكيد أنت الخبير في الاسبيرونس، رانيت برشا الترجي الوطني التونسي، كيف شفت الماتش مع الزمالك البارح؟ لا شفت الماتش بعد ماتش نتاع الكوب، كان ماتش صعيب بالنسبة للفريقي. الترجي الرياضي التونسي معناه بدأت المقابلة بقوة، وكان في ظرف 7 دقائق ممكن شفنا الكل اللي كان يجي يقتل المقابل ويقتل حتى ترشح، لكن مع الأسف ما كانش أما التسيم. بعد سجل هدف الأول وخذ الأسبقية، وحتى كيخذ الأسبقية معناه كان متمكن من اللعب، لأن الزمالك متلمس بن شريفة تماما معنا في بداية معنا الانطلاق متاع المقابلة، كانت انطلاقة طيبة وطيبة للغاية. وين شفت المنعرج متاع المقابلة؟ نجم يكون خروج شتي الإصابة شوية منها، شوية شوية برك منها، كما المنعرج هو كونه خاصة ديما الهدف الثاني اللي جاء هو اللي معنا خلق معنا تخلخل. هو في الشوط الثاني هو بيدو ما فماش نفس الروح متاع الشوط الأول، معنا نفس النجاح، لأن الزمالك تخلف المقابلة نسبيا. أنا بعد عدم النجاح متاع الفرص اللي جات الترجي، بطبيعة الحال الزمالك عاود تخل وسجل هدف التعادل، صار فما توازن بالنسبة في الشوط الأول. ولو حتى الأسبقية كانت راها أنا أكثر بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، كان متمكن بعد البليسور بطبيعة الحال فما نقص، فماش راحة مش في شخص شمام، نو بعيد عن هذا، لأن شمام بطبيعة الحال عنده عدة معنى مقابلات نجم نقول حتى معنى ماشي يلعب، عنده مدة في اللاكس يلعب ظهري أيسر، والظهري أيسر يتطلب شغل كبير بدني. بالضبط، حتى بشوريك الخبرة اللي جات، وكي طلع في السوتيان طلع في السوتيان ما طلعش اون سور نومبر، عمل تير مزيان، عمل تير متاع هدف، لكن ما يجمش يعمل باستمرار. كان خاطئ التغيير دخول شمام؟ لا علاش غلط، ما عندوش، ما نظنش عنده. فما حسين ربيع، فما محمد امين بن حميد في الماتش، مقابله هذه مقابله صعبه. حسين ربيع لعب برشا ماتشات في النيفو هذا، معناه بالنسبه للشمام في الخبره يكون اكثر، والمقابله واحد واحد، لكن ما مشيش التغيير. اي لكن واحد واحد مقابله، مش معناه المقابله نتاع باش يهاجم، هو المقابله نتاع على الاقل يتمسك بالدفاع نتاعه، يعني لازم يكون متمسك. حتى كان هبط ربيع ولا هبط لجان ما كانوش على البنك، لما كان شوية حتى الشميم هو اللي كان على البنك. طيب ما كيفاش سلام؟ لا 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 سامحني، كيما هوش على البنك، انت كي تحط تشكيله نتاعك معناتها في مخك انت رون بلاسون شميم، معناها فهمت، حسين ربيع خليه اورليست، معناها فهمت، كان نجم يحط حسين ربيع على البنك، سيرتو عنده محمد امين توغاي نجم يلعب في اللاكس، كان موجود على البنك البارح، فهمتني شنو نقصد يا سي يوسف؟ طيب معناها كي هو باش يعمل يفرق معناها لي رومبلاسون تاعو، باش ياخذ من كل دفاعيين، مو باش ياخذ في الدفاع واحد، باش ياخذ في المليو واحد، باش ياخذ في هو حط زوز في الدفاع، شمام وتوغاي، كان نجم يكون مثلا توغاي وربيع مثلا، ولا شمام وربيع. في الاختيار في مقابله كيما هكيه في معناها ربع نهائي مع الزمالك، واللي وهذا المقابلة الثانية على التوالي معهم، أكثر باش يحط اللاعب اللي يكون عنده خبرة أكثر. وحتى النزول شمام علاش قلت لك مش هو، لأن الفريق ما عادش فمها كل الكلوع اللي صار، وحتى اليمين ما طلعش، كان فما جبهه قويه بين الهوني وشتي من اول مقابله، اول مقابله لكن ما تنجمش تستمر. صعيب باش تستمر في مقابله كيما هذه، باش تقع في نفس النسق هكا، ونفس معناه باش تكون انت في حاله معناه تخلق في 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 فرص كيما صاروا في السبع دقائق الاولانيين. الحاجه اللي تغيرت في المقابله هذه، وحتى في المقابله نتاع الكل،
كان للزمالك او للترجي الرياضي التونسي. هو المقابلات هذوما ما فيهمش كل امتلاك الكوره، تدوير كوره، ما فماش. فما كل يفتك كوره والهجمه السريعه، يفتك كوره ولا. وحتى الهدف اللي سجلته الترجي الرياضي التونسي هو من هذا. اما الهدف الثاني اللي تسجل الترجي الرياضي التونسي، هدف بالنسبه لي انا يشابه الهدف الاول اللي سجلته زمالك في قطر. اللي هو معناه هذا بالنسبه لي انا، هو تكتيكيا، معناه تكتيكيا هامه ياسر، تكتيكيا معناه هذا يفهم، نظن يفهم الفني. بكل صراحه يفهم الفني. وقت اللي معناه ما نفهمهاش لا لا سامحني، مش ما تفهمهاش، معناه تعرف العواقب نتاعها. ان ديجاجمون ديجاجمون دو غارديان دو بيوت راهو، وطاحت الكره 30 متر و 90 متر في الكوم تاع الاسبيرانس. طيب اللي يطلع ويعمل لو ديال جات في الكولوار نتاع شامو، شكون يمشي ياخذ الكره بالضرب الراس؟ يخرج لها اليعقوبي، عليه شيء بالحق صحيح، يخرج لها يعقوبي، شيء يعقوبي. وقت اللي يخرج ليعقوبي شامو شعمل وخر في الكولوار نتاعو، نورمالمون يغطي على اوتوماتيكمون، الكولوار نتاع يعقوبي وبين الريال جوش فارق ولا فارق. وين طاحت الكره؟ في الدوزيام، ومشات لوين؟ مشات في الكولوار نتاع ستوبر، خليها تركز الى ارمي ولا تيري. معز كان مقدم شويه زاد. لا لا المعز ما ياخوهاش، خاطر الكره سي بيان تيري عملت هك. طلعت وعملت هك. اما باش نوريك في المقابله الاولانيه كيف كيف الكور جاي، الكره جايه في الكولوار نتاع يعقوبي. شكون الغلط هنا، الذوادي ولا يعقوبي؟ ما نقولش غلط انا. أنا نقول وقت اللي صارت العملية يلزم فما قراية باش هو مشى، أنا نكون في المكان هكايا. صحيح. في كي وخر معناها وجوده ما عمل شيء. وفي المقابلة الأولانية علاش قلت لك تشابوا لبعضهم؟ في المقابلة الأولانية كيف كيف؟ سامح دربال يمشي في الكولوار نتاع يعقوب ويطلع بدماغ ويراتيها. وتمشي الكرة دوزيام بال وبعدش تصيرك دريبل والسونتراج. معناها هذه حالات هي ديتاي، مو هذو ديتاي، من ديتاي اللي يعملوا لا ديفيرونس، هذو من ديتاي اللي يعملوا لا ديفيرونس. فشنو افضل كانت الزمالك علاش ما تلعب بالماتش البارح؟ ما تلعب بالماتش اللي الزمالك وقت اللي سجلت الهدف الثاني مسكت بالمقابله كتنظيم. القوة اللي كانت فيها بداية للترجي الرياضي التونسي هاك اللي فك الكرة وتوجع نقصت، وكل السيرنومبر اللي يطلع من الشتي على الكوتي جوش، وقوة الهولي على اليسار، معناها بدات تنقص شيئا فشيئا. هذا اللي هو استغله بطبيعة الحال. الهستيريا اللي كانت بعد الهدف الثاني ما كانش نجم يكون ملاعبيتنا يكونوا ارزن معناها ويتحكموا في اعصابهم اكثر، خاطر كوما اثنين بواحد ما زالت اللعبه، ما زال عندك الطول واسهل من ثلاثه بواحد، علاش انت تاخذ ورقه حمراء معناها؟ كنت نجم تعدل في الوقت اللي ما زال كيف كيف كون ما عندك ماتش في تونس. انا معك على طول في النقطه هكية، على طول، خاطر المقابله هذه فيها مقابله ذهاب واياب، معناها والهدف اللي تسجل عنده قيمته، عنده وزنه من ذهب بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. كما قلت معناها توفى 2-1 خير من توفى 3-1، خاطر 2-1 واحد بصفر في تونس تترشح. صحيح. وعندك حتى امكانيه انت باش تنجم تماركي وتعمل 2-2، فما الامكانيه. معناها اللي صار هكا ماهوش متعود عليه الترجي الرياضي التونسي، مش متعود عليه، لكن في الوقت هكا الكل نظن العباد الكل كانت مشنجه. وهو التهجم على الحكم مش في محله. تهجم تعمل تيرسبيت، اما تهجم على الحكم بالصفه هكية مش في محله، بخاطر مازال مقابلات. وحاجه اخرى اللي هم عندهم درايه من اللي بدا الكوب دافريك ستاني نتاع الشامبيونز ليغ، عندهم درايه اللي باش يلقاو صعوبات. وكان تشوف انت مع الاداره نتاع الترجي الرياضي التونسي كل مقابله وتعمل مساج للسيبورتيرات نتاعها، خاطر تعرف اي غلطه من طرف الترجي الرياضي التونسي الكاف مش بتسمع. معناها متحذرين هذوما، عليك ان قلت انا ما كانش منتظره
متحذرين اللي باش تلقى ربيد باش تلقى جمهور باش تلقى الكاف باش متحذرين. تعتبر أثر عنديش المقابلة الحكام البارح؟ والله ما نجمش نحكم برشا ما نجمش نحكم معنا ما نجمش نحكم في القرارات اللي خذها ما نجمش نحكم خاطر أنا نغزر أكثر معنا عايش المقابلة من ناحية الفنية ومن ناحية صحيح الناحية الفنية الهدف الثاني كان بعد 30 باس أنت كم لاعبية وين كبري امتياك بحط لكيب تهز في الكرة وتجيب بطل الفريق يا كومي مترجم أنا لا مش 30 باس 30 باس كانت كيفاش 30 باس؟ عداوة حتى بعد في التحليل بتاع البيرين حسبوهم بالباس 30 باس كان هدف الفين بتاع الفريق الزمالك الدوزيام هكي الدوزيام بال الدوزيام بال هكي شو الدوزيام بال؟ فهمتك؟ مال وقت اللي هي الهدف الهدف جاء من ديجاجمون دي جارديان بي لا هذاك الأول الهدف الأول شوت هذاك نحكي على هدف الثاني اللي كان بين شمام واللاعب وناجم بالطبع بالطبع هذيك وهكا وقتها صحيح كلامك هكا وقتها الضعف ما نقولش الضعف اللي انا تكلمت عليه في فتره معينه وقلت المقابلات هذوما تتطلب اكثر تحذير على مستوى افتكاك الكره هي ما هي ميزه راهو كره القدم ماهيش هجوم برك وهو حتى في هناك تقول هجوم باش تهاجم انت تهجمه بالكره اللي يعطي معناها لافونتاج دو جو سي كوا سي لا بال هي الكره اذا انت ما عندكش كره ميزك تفك معناها هذا قوانينها صحيح هذه قوانين الكره معناها انت وهنا الاهداف الكل اللي سجلتهم الترجي التونسي واللي هما عملوا الفارق في مقابلات قويه حتى في مقابلات عاديه هنا هي فكان الكره وسط الميدان والترانزيسيون اللي يمشي واتاكي رابيد هذا من الكل هذوما انت وقت المنافس يدور الكره 30 باس ما خلطتش انا باش نعمل ليكرون سو لو بورتور دو لا بال ونضيق عليه وناخذ في الزون وين نحب عليه يلزم نعملها هذه بون ما صارتش لاسباب معناها الفريق تراجع شويه ولي بوين دروبير نتاع لا ريكوبيراسيون دو لا بال ضاعت مقابله العوده يا جماعه الجاي كيفاش تشوفها سي يوسف اكيد امكانيه التدير كويس هذا معناها الاسبيرونس عملتها قبل مع الاهلي وفازت في تونس وعملت كامباك كيف كيف ماتش اثنين بلاش ما هو صعيب عملها بيد اسبيرونس بالطبع في كرة قدم كل جايز اولا جايز وحتى معناها تاريخ الترجي الرياضي التونسي ومش بعيد ياسر ومش بعيد على ستاف تكنيك بيدو مش بعيد على ستاف تكنيك ماتش بيتر واتليتيكو اللي رجع بثلاثة بالضبط مش ماتش الاهلي اللي حكيت لك عليه زاد مش بعيد معناها مش بعيد مي على شرط لكن على شرط اي بالضبط الشرط هو شنو هو الشرط؟ هو كونه ما فماش تشنج الاعصاب اللي ويخرج من واقع تحذير المقابله معناها انت المقابله فات وانتهت اتروزان اللي ما كانتش منتظره وما حبيناهاش خاطر تاخذ بيلانتي زاد كيف في البيردي طون وكنت تجم ما تاخذوش بيلانتي ما تجم لا تاخذ فيه البيلانتي معناها سانسير ريان دي تو معناها مكش عايش السيتياسيون دو جو بون صارت انتهى الغيابات لازم تكون مؤثره محمد علي رمضان واليعقوبي بالطبع خاصه في الدفاع ولوسط الميدان مؤثره فاش شفنا رمضان عطى توازن خاصه في الوسط البارح مؤثره فاش في اللي نحكي لك عليه معناها على مستوى المدرب باش يلقى صعوبات باش يعاود يرجع الفريق باش يعطي الشيء اللي يحبه هو صعيبه هو المشكل نتاع الترجي التونسي ما نقولش مشكل انا اللي قعد معناه يقاسي فيه الترجي التونسي هو ديما التبديل على مستوى الدفاع وخاصه معناه في الاكس سنترال ديما تلقى مره شو اسمه يعقوبي وشو اسمه اللي تكسر بدران ومره بدران وشمام ومره بدران و وش اسمه شامو معناه ما فماش استقرار في 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 موقع ولو انه ظروف حكمت بسبب الاصابات وحاجات بالطبع انا نحكي على هذايا المدرب ما لقاش التركيبه احنا ايش قلنا في الفتره الاخيره وهذه قلت خلق العاده هو بدران وليعقوبي زوز ملاعبيه معناه في الاكس باهين على سيرلو سريعين معناه فما السرعه خطر
اكثر من شمام وأكثر. بلاس ما شاء الله هزوز وبالراس يلعبوا مليح. وحاجه اخرى اللي في الفتره الاخيره شفت انا في مقابله والمقابلتين يخرجوا الكره في كره القدم حاليا اهم حاجه الكره اهم حاجه لاجيرولانس وكي تخلي لي دوزير لا تيرو يطلعوا لك وهو يعمل لك الارجور وهو يخرج لك كره صحيحه اهم حاجه واضح تكسح حسيوس. دونك هذا كان تحليلك الفني لمقابله الترجي وزميلك اللي بالك. بعد شويه نبداو الانترفيو خاصه اهم اسباب جيتنا عليها اليوم هو حوار جمال دي الامام الجمعه اللي فاتت ولا حق رد اكيد باش تاخذوا على الكلام اللي قاله.